مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت واجد الآن في البيت أو لأمام البيت ديال با سعيد. با سعيد مسكين واحد الحالة، الحالة المرضية اللي عنده مشكل في صمامات ديال القلب. احنا دابا أمام الباب، غادي ندخلو وتشوفوا الحالة اللي كيعيش فيها، حالة الفقر بين من الباب كما كتشوفوا معنا. هذه الدخلة ديال المنزل ديال با سعيد، أو بالأحرى ديال العائلة ديال با سعيد. با سعيد كيعيش هو خمسة ديال الوليدات في هاد السكنة هذه اللي أنتم غتشوفوا بعينيكم، وغادي تشوفوا فين عايش. قفز أو لقبر الحياة بمفهوم القبر الحقيقي. مشاهدينا الكرام، احنا في المنزل ديال با سعيد كما سبقنا وقلنا على انه كيعاني من مرض القلب، عنده مشكل بالصمامات ومحتاج العملية، واقف على العملية. الحالة المعيشية ديالو اصعب منها ما يكون، ما عندوش الجهد الثمن ديال العملية اللي ان شاء الله غادي نتناقشوا مع الابن وكذلك مع الاب حول العملية، وفين غيديرها وبشحال غيديرها. هذا هو المنزل البسيط اللي كتعيش فيه عائلة برمتها، خمسة ديال الأبناء والأب والأم. الأبناء حتى هما كاين اللي مزوج. با سعيد كيعاني في صمت. با سعيد محتاج اللي غيساعدو. با سعيد فعلا عنده مشكل خاص، تضافر الجهود. تحية لكم، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت واجدو بدور الحجر المحمدية، واحد الحالة إنسانية ديال واحد السيد اللي هو رجل كبير، جا من البادية ديال شيشاوة النواحي ديال الحوز، كيعتمد على الفلاحة والكسيبة. يعني الوقت دابا اللي تبدلات شي شوية، ما بقاتش كما كانت بكري، يعني حتى من الفلاحة ما بقاتش كتجيب النتيجة ديالها. هو الآن كيتواجد عند الابن ديالو، لكن الحالة ضعيفة، والكل كيعرف على أن دوار الحجر هما غير برارك، يعني تا هما ما فحالهمش وما عندهمش. هاد السيد هذا عنده مرض ديال القلب، عنده مشكل في الصمامات، محتاج العملية اللي كتبلغ 110 ديال الألف ديال الدرهم، يعني 11 مليون قاصحة عليهم. اليوم التجأوا للإعلام والتجأوا للمحسنين، الله يجازيهم بخير، باش يوقفوا مع هذا الرجل هذا اللي حتى هو راه كبا من شيب، وباغي حتى هو يكون صحيحة ديالو، يصلي صلاته في خاطرو، يخرج يشم الهواء، يشوف الناس، يشوف الحباب، يعيش حياته الطبيعية. لكن مع هذا المرض اللي تصاب به، الله ينجينا وينجيكم من الأمراض، الله يشافي جميع المرضى المسلمين، منعاته على أنه يمارس الحياة ديالو الطبيعية والعادية، ولا ما كيقدرش يتمشى، ما كيقدرش أنه يتحرك. ما غاديش نطولوا بزاف، وغادي نشوفوا الابن ديالو يعطينا نوع المرض وكيفاش تصاب هاد با سعيد بهاد المرض هذا ديال القلب او ديال الصمامات القلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا سميتك؟ ابراهيم. سي ابراهيم، هذا الاب ديالك ياك؟ اييه. مصاب بمرض في القلب؟ اييه. صمامات؟ صمامات. احكي لينا كيفاش تصاب بهذا المرض، وكيفاش كان، احكي لينا على 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 سعيد كيفاش كان. سيدي الوالد كاين في البلاد على حسب الفلاحه، هو سميتو كيدير هاد الفلاحه والكسيبه، هو مريض بالقلب، ودوزنا ليه في اكادير، دينا لاكادير ودوزنا ليه، وقال لينا عنده القلب، وجبناه لمراكش دوزنا ليه، وكذلك وجينا عاود ثاني لهنايا دوزنا ليه، عنده القلب، عنده مصاصات ديال القلب عياني، صمامات، صمامات ديال القلب عياني. وملي سميتو مشينا خرجوا لينا الورقه ديال الطبيب، قالوا لينا ديال الافتتاح، خاصو يفتح ضروري ضروري من الافتتاح، يعني الدواء وداك الشيء ما قدرش. كان كيستعمل الدواء من قبل ولا؟ استعمل الدواء
ما قداش ليه والو، ما قدا ليه والو، ما عندوش شي مرض اخر من غير هاد القضيه ديال القلب؟ لا لا القلب اللي عنده، ما عنده لا سكر لا لا والو، لا الضغط لا والو، والو غير القلب اللي عنده. واخا ملي جيتو لهنا لعندكم للدار البيضاء، على اساس انكم باش تعالجوه؟ اييه قلنا زعما طامعين، ما ربنا نبدلو الطبيب، تبدل لنا الطبيب والو، داكشي اللي نفس المشكل، داكشي كيقولوا لي، كيقولوا داكشي اللي في اكادير هو اللي في مراكش هو اللي في الدار البيضاء، ضروري قالوا لي كمل العمليه. واخا مشيتوا للكلينيك تشاورتوا مع الطبيب؟ اييه قال لكم ضروري العمليه. ضروري العمليه. شحال كدير هذه العمليه؟ العمليه دايره 11 مليون. 11 مليون هي ها الورقه اللي عطانا الطبيب. نعم 11 مليون هذه غير العمليه فقط. العمليه فقط، غير فيها النعاس وفيها العمليه وصافي. داكشي اللي قال لنا العمليه. انتم في استطاعتكمش؟ الحاله ضعيفه. هذا الوالد ديالك؟ اييه. شحال شحال انتم ديال الخوت؟ حنا الخوت اسيدي 5 دراري. 5 دراري. الحاله ضعيفه. الحاله ضعيفه. شنو كتخدم مع السي عمر؟ انا البني. كتخدم في البني؟ البني. مره يجيب الله مره والو. دايره مره. الوقت ناعسه. بس عيد ملي كان بصحيحته وكان سميتو كان شويه بعدا محرك مع الفلاحه. شويه مع الفلاحه وشويه الكسيبه. كيدير الكسيبه؟ الحال وصافي. راك عارف هذا فلاح صغير وصافي. فلاح صغير وصافي. عندكم شي ارض؟ عندكم شي الارض؟ كاين شي حاجه قليله وصافي، ما مساوياش. لا ما مساوياش. نعم واخا نحاولوا ندردشوا شويه مع با سعيد، نضحكوا معاه شويه ونفوجوا عليه شويه. با سعيد السلام عليكم. وعليكم السلام. واكيش اخبارك با سعيد؟ احنا بخير. ياك بخير الحمد لله. حنا دابا هاد الناس هادو الضعفاء، واخا نكونوا مرض كنقولوا الحمد لله. ايوا واش غادي نقول معنا؟ ما نقولوا اللي دار الله ديما الحمد لله. مرحبا. الحمد لله. با سعيد. نعم. بغيت نسولك كيفاش كتحس بالصحه ديالك؟ القلب كيفشني بزاف. القلب مكفصك؟ بزاف. الوليدات داروا اللي في جهدهم ما جابش الله. لا اله الا الله. انت ما جمعتيش شي حصيصه في الجنب زعما باش داوي راسك ابا سعيد؟ كنشرب دواء حتى عييت. الطبيب كيقول لك بدا الدواء صافي ما قدر يكون. الدواء ما دار والو؟ ما دار لك والو. دابا ضروري من العمليه ابا سعيد. العمليه صافي. انت مستعد دير العمليه؟ يا نعم يا. مستعد؟ يا. ولكن الفلوس ما كايناش. كاين الله. كاين الله سبحانه وتعالى. كاين المحسنين الحمد لله. يكون على خير ان شاء الله. ان شاء الله. واخا هاد المحسنين هادو اللي كيسمعوا فيك دابا اش تبغي تقول لهم؟ يعاونوا الله يرحمهم، الله يعطيهم الخير. امين. الله يجازيهم بخير. يعاونوا بنا حتى حنا يفرحوا. باغي تفرح؟ اي نعم. بغيتي زادت تكتب الصحيحه ديالك؟ الله يعطيهم الخير. الله يعطيهم الخير. يكون خير ان شاء الله با سعيد. غيكون ان شاء الله الخير، وغادي نشوف وجوه الخير كاينين. المغاربه خوتنا، خوتنا المغاربه ما كيفوتوا حتى واحد. انا طامعين فيهم على الخير. ان شاء الله. نشوفوا كل البشر اللي حق في ربي. شحال في عمرك دابا با سعيد؟ 76. شحال؟ 70. 70؟ تبارك الله. تبارك الله. عندك 5 د الوليدات. يا نعم. مولات الدار الله يرحمها ولا باقا في الحياة؟ لا لا. كاينه كاينه. الوالده؟ لا مراتك مراتك مراتك. كاينه مراتك ماشي امك، مراتك. مسكينه صابره حتى هي مع المرض ديالك، معاونه معاك. لا لا الله. واخا نشوفوا مع الابن. شنو النداء ديالكم؟ النداء ديالكم؟ النداء ديالك شنو كطلبوا من المحسنين؟ والمحسنين كنطلبوا المحسنين الله يجازيهم بخير، الا كاين شي محسن راه كتشوفوا الحاله راه ضعيفه، الله يجازيهم بخير، الله يرحم الوالدين الا كاين شي محسن كيتعاونوا معنا. هذا المحيط اللي حنا فيه واش كاري ولا ديالكم؟ غالبا راه كدام هادي لا باقي ما عطاوكمش الاستفاده. لا مازال. واخا قول لي الرقم ديال الهاتف ديالك شويه الصوت. اي 06 67 13 11 66. عاودوا 06 67 13 11 66. هذا هو الرقم ديال الهاتف ديال با سعيد اللي كتشوفوا قدامكم، كيعاني من مرض القلب، مشكل ديال الصمامات. هو الان
كيتسنى المحسنين يوقفوا معاه، كيتسنى المحسنين هما يقوموا به باش يكسب تا هو الصحيحه ديالو. كما قلنا في السابق كاين الصلاه، كاين يعني يمشي تا هو للمسجد حتى هو يحضر مع قرانه، يعبد الله، يخرج يشوف الاحباب ديالو، يزور وليداتو، تكون عنده الصحيحه ديالو ويكون يعني في اتم الصحه ديالته، ما يكونش كيتوقف. دابا كتمشى واحد شويه بزاف بس كتوقف. شويه كتعيا بزاف. كتعيا. هادشي كيوقع لك ملي كت انت الدروج عندك عندكم هنا شويه صحابين. قليل قليل ما كثر بزاف. كتعيا فيهم. شكرا للمحسنين اللي غيتواصلوا مع هذا الشخص هذا ويحاولوا انهم يعاونوا الانسان، يعاون بالقليل تيجي بالله الكثير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.